وحول آخر التطورات ينضم إلينا مراسلنا من ريف اللاذقية عمار إبراهيم. مرحبا بك عمار. نعم، أهلا بك أيفاء، مساء النور لك ولكل السادة المشاهدين. مساء الخير عمار، ما هي آخر التطورات الميدانية لديك؟ نعم هيفاء، في حقيقة الأمر بعد فشل قوات النظام بشكل كامل بالتقدم على محاور ريف اللاذقية، إن كان من جبال الأكراد وجبال التركمان، قوات النظام تتبع سياسة الأرض المخروقة وتقصف المناطق الحدودية في جبال التركمان، إن كانت من منطقة السلور ومنطقة اليماضية، بالإضافة لاستهداف محاور الاشتباك بشكل كبير جدا، إن كان من محاور الصراف ومنطقة عين عيسى، بالإضافة في جبل الأكراد كذلك الأمر، من قوات النظام المتمركزة في قلعة شلف وبلدة كنسبة، تقوم باستهداف طرق الإمداد أستراد حلب اللاذقية ومناطق عديدة من جبال الأكراد في محاولة التقدم يوم أمس على محاور الخضر وقرية تلدين وتلة أبو سندو في جبل الأكراد. طبعا كتائب الثوار تمكنت من رصد القوات المتقدمة وتعاملت معها بالمدفعية الثقيلة وبراجمات الصواريخ واستهداف بالسلاح الفردي الذي حصل بعض الاشتباكات على مسافات قريبة بين الثوار وقوات النظام، مما تكبد عدد من الخسائر البشرية إن كان بين القتلى والجرحى. طبعا هيفاء، قوات او عفوا كتائب الثوار استهدفت مواقع عديده لقوات النظام في قلعه شلف ومحاور بلده كنسبه بشكل عام بالمدفعيه الثقيله، وحققت اصابات مباشره. الى ذلك الطيران الحربي وطيران الاستطلاع لم يفارقا سماء ريف اللاذقيه، ومستهدفين محاور بلده كيباني بكاف بغارات جويه عنقوديه بغارات الصواريخ الفراغيه، مما ادى لبعض الاضرار الماديه دون وقوع اي اصابات في صفوف ان كان الثوار او حتى المناطق الواقعه بين ريف اللاذقيه وريف جسر الشغور. يوم امس كان هناك استهدافات عديده لمناطق ريف جسر الشغور القريبه من ريف اللاذقيه بعدد من الغارات الجويه، مما ادى لوقوع عدد من الاصابات في صفوف المدنيين. كما ذكرت ان النظام يتبع سياسه الارض المحروقه، ان كان في استهداف المدنيين او استهداف محاور الاشتباك في ريف اللاذقيه. اخيرا، فالوضع المدني او الوضع الانساني في ريف اللاذقيه هو سيء للغايه، وسط هطول امطار كثيره على مخيمات النازحين، سيول كثيفه ضمن الخيام. للاسف الشديد اليوم راينا بعض المخيمات قد طرقت للاسف الشديد، ولا يوجد اي منظمات ترعاها بسبب انها خيم عشوائيه، وانتشار عدد كبير من الخيم على طول الشريط الحدودي بين ريف اللاذقيه وريف ادلب الغربي. طبعا السكان من مختلف المناطق، ان كان من محافظه ادلب ومن سكان جبلي الاكراد والتركمان. مراسلنا من اللاذقية عمار إبراهيم، شكرا جزيلا لك.